هاي جيسيكا. هاي. انا بعرف وين نحن. وين مالكس؟ مالكس اب 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 استاذ فاروق يا جماعه. الله يحميك الله يحميك استاذ فاروق. ارجو يلا يلا يا جماعه يلا يلا يلا. حبيب الشعب يا حبيب الشعب. هي هي تفضل فيك استاذ فاروق حبيب القلب. يا اهلا وسهلا فيك استاذ فاروق. سؤال، عندي عائله كثير محتاجه انا. ايه هون بالمنطقه. انت عن اي دايره نازل يا حي؟ مش نازل انا لمطرح. ايه مش نازل مش نازل. معطلين هن يعني بدنا نساعد. خلص يا خيي، ما بدي مين يعطيني انا، بدي مين يساعدني. لا يا خيي خلص هلا، انا بحكيك على الورق. شو عملنا خير من الدنيا؟ خربت البلد. استاذ فاروق عندي عائلة محتاجة. لحظة عندي عائلة محتاجة. ايه شو فينا نساعدها؟ نساعدها هن بي... نعم نعم بحبوك كثير انا و... اي عائلة؟ هون حد هلا بس خلص روح انا وياك لعندنا. ايه شو بدك يعني؟ مواد غذائية. رحي انا بدي مين يعطيني؟ شو؟ بدي مين يعطيني؟ ما حلوة هيك. شو هذا؟ شو ما حلوة؟ رحي مينك انت؟ شو انت؟ مين فاروق هيدا؟ ايه مين فاروق هيدا؟ بدنا شي وظيفة كمان. لك يا خيي شو بدك؟ حل عني. شو بدك يا خيي؟ لك حل عني. هي؟ شو بدك؟ شو فاروق وانتو بدك تساعد يا عيلة؟ وظيفة لك يا خيي. انا بدي مين يساعدني؟ شو بدك مني يا خيي؟ يعني بدي منك شو؟ بدي منك 217,000. خيي لحظة، هي شو هيدي؟ هي شو هيدي؟ بدي منك 217,000. لك يا خي قبل هاي شو هذا؟ انا ما في، اذا ما شربت على بكره ما بصحصح. وين جبت الصوره هاي؟ هاي الصوره من وين جبتها؟ استاذ فاروق نحن بنكبر فيك. ما فاروق ولا نحن بوجودك بنكبر فيك. خيي بوجودك وجود حل عنك. هاي الصوره من وين جبتها هيدي؟ تقبرني. يلا يا خي حسبني بالدفن. خيي صغير بالبروفيل. يا خي اذا فينا نظبط العلم. يلا خلص حل عنك. هاي المصريات بالاول. بس لحظه احكي معي كلمه. تقبرني يا خي. الله يرضى عليك. الله من الناس تحبك يا خي. انا قاعد بلا شغل. شو جاي عم تقلي وصفك؟ والله انت الحلم. اي حلم قاعد بلا شغل. هاي شو هاي؟ شو استاذ فاروق؟ خي هاي شو هيدي؟ استاذ فاروق انت الحلم. يا اهلا وسهلا فيك يا خي. اي حلم؟ بس وظيفه. يا الله يرضى عليك حلم. بس وظيفه صغيره. لك يا خي هلا بحكي معك بعدين تكني. خليني اذا بدك اذا بدي اطبع على مخدي شي صوره فيك. هلا احفرجيك اكزامبل اذا بدك. نحن عنا بنطبع لك الصوره من برا. حلو حلو. قد ايه بتاخذ؟ اذا بدك خذيها فرجيها برا. خليني اياها. خي صورتها هيدي. شو بك يا خي؟ شو بك؟ هو عنده ولدين، بدنا نوظف ولد منهم بس في ما عم بسكن. خي الله يرضى عليك. شو اللي زاد؟ شو طلعت لي انت اليوم؟ روح خي روح. استاذ فاروق سؤال سؤال سؤال. ايه بدك صورتين شمسيه افاده سكن؟ لا بدي شيء. بدي تحل اللي وحدة في ما يا خي. ما بقى بدي اشتري خلص. والله استحوا والله تعب هالشعب. والله تعب هالشعب. والله تعب يا خي. ما انا تعبان اكثر منك. والله تعبنا. لك انا ماني نايم. لك حطولي صورت عليها. لك ملا علقة لك. اهلا اهلا. هذا ابن المدام صوته على المدرسة. بس ظبطنا بالمدرسة يا خي. الله يرضى عليك. بتكسر بخاطر يا خي. لو بتكسر بخاطر حدا عنك حبيبي حبيبي عمرك. حبيبي بدك مشغله. بدك مشغله. لا فلتك ولا بطلعك. هي ما بدي ساعدك. لا انا بدي مساعدك. حبيب القلم حبيب القلم.
بدنا شي بوم بنزين نعم بوم بنزين ما بعرف حيط بون شو بوم بنزين هي وطلعتوا لي انتوا اليوم ما يتجوز عنده ولد بدنا ننزل فلك بس هي اللي كل مطلوب منك شو بس سؤال مالي بدي انا نصفي برا بدك لازم احكي معك اذا بدنا رخصه فرد بس اه بتعمل رخص هلا يا خيي مين قال لك بعمل رخص انا بعطيك الصوره بدك تفرد ما تفرد خمس ونص حطه باجري حطه شو؟ باجري روح حطه باروده اذا بدنا نعمل لها رخصه لحظه بتخدمنا فيها شو؟ باروده مين قال لك يا خيي ساعه عيلي يا خيي طب نقايفه شو بدي اقول لك ما بفهم عم تعمل عم بيعملوا رخص اني هلا ما بعمل رخص الله يخليك يا حو كمان يا خيي ابعدوا عني لا يدا ابعدوا عني شو بدك ما تاخذنا يا خي شو بدك يا خي طلبنا منه خدمه دب ورا ظهرك هي هي الحياه طلعت ونزلت هي هي الحياه طلعت ونزلت ركب كاميرات وعمالك خليكم منتبهين لانه هذا اول حلقه ما بتعرف اذا في وحده ثانيه بدك منك تقول باي للكاميرا احلى خواجه فاروق عايشة عايشة تليفونك بإيدك وأونلاين يخليك انت منا وفينا نحنا منكبر فيك تليفونك بي هيدي عبي هو دايما بتوصل مأخر وهيدي زينة مش طبيعي هذا اليوم دخلك في شي يوم طبيعي اساسا تفضلي هاي راحت الكهرباء محلولة ليسة الغراض بدي اياها اطول مني بدي كيبورد وباور بانك يو بي اس بدي اجهز مكتب الشركة بدي اطبع كروت عرس سارة بروقلا الماما محلولة زينة زينة شو قصتك نازلة فيي محلولة محلولة؟ من وين بدها تكون كهالمصايب محلولة من وين؟ محلولة مين سيجيب معي؟ محلولة عند مالكس دايما محلولة